بسم الله الرحمن الرحيم، أوثق اليوم في هذا الوادي هذه النقوش الهامة والهامة جدا في أنساب أهل البيت الطالبيين. وقد نص المعجميون ومنهم البكري في القرن الخامس الهجري على نزولهم في هذا الوادي، وذكر منهم بالنص محمد بن جعفر، وهذا نقشه ويدل على ما ذكره المعجميون ويقول أنا محمد بن جعفر أسأل الله الجنة، وهذا نقش أخيه نمر ويستغفر الله يقول اللهم اغفر لنمر بن جعفر ذنبه العظيم، وهنا نقش أخيهما سعيد يقول أنا سعيد بن جعفر أسأل الله عتقا من النار وأمنة من العذاب، وحولهم بعض النقوش الأخرى لمن سكنوا معهم في هذا الوادي وذكروا تحديدا، ومنهم هنا ابن عرارة الخياط ويقول الله ثقة حميد أحمد ابن عرارة ورجاه، وعرارة ابن الخياط أيضا ذكر أنه تاجر القيان في المدينة وله نقوش كثيرة هنا ولجواريه ولبناته، وأيضا هنا نقوش لوالده وهو أو جده دينار الطبيب وهو طبيب عبد الملك بن مروان. أما هؤلاء فهم عقب جعفر، هذا محمد بن جعفر والده جعفر ابن محمد ابن يوسف ابن جعفر ابن إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وهذا ما وجدته في كتب الأنساب عند الزبيري وغيره.